تحتها زمن الامتحان تلاشين دي ارمي الزبدة اللي بانا ارمي اللي بانا نبوحي بانا ارمي ايوه المصطلاء نبوحي بانا مفيش اللي بانا خلص تاكل مطق نبوحي بانا يتحط مالك استغرب ليه خلاص مفيش انا اقولكوا بقى بقولك قطع تشيل طلع المخدرات من بقك مش عارف كلمة ليه 30 دقيقة للامتحان وقال جزء على الشمال كده هتبقى سؤاله تمام؟ جزء على الشمال هتلاقي اسم الكلية فقدرت الانجيني شكرا بنها مبرستي تمام؟ السطر الثالث كم درجة؟ 15 درجة 15 درجة نزل شوية هتلاقي هنا الاسم فاعل بالعربي طبعا انت بتكتب ده اسم مش كده تمام؟ لغة عربي مش بالانجليزي، يعني انت كده كده ما بتعرفش تكتب بالعربي ولا بالانجليزي، تمام؟ بس ممكن العربي احسن شوية. هتكتب بالعربي، اوكي؟ بعدها هتلاقي مكتوب السيشن. عارف السيشن ده؟ مش عارفه؟ انا نزلت سوفت للقوائم بتاعتكم، تمام؟ كل واحد يحفظ سيكشنه والبنش نمبر بتاعه. البنش نمبر ده اللي هو بنسميه الرقم الابجدي. خلاص كده اللي هو جنب اسمه يعني مثلا سيري احمد عبد الكريم كذا مكتوب جنبه كده رقم مثلا 4 في الكشف يحفظ الرقم ده ويكتبه عندي اي معلومه ناقصه هينقص 5 درجات اي معلومه ناقصه مع الكلام اللي بقوله ده الحل بس الورقه تنقص 5 درجات خلاص اي معلومه سيكشن مش مكتوب بنش نمبر مش مكتوب اسمك اتكتب بالانجليزي تمام كل ده ينقصك 5 درجات انا قلت اهو عشان ما تقولش انا ما قلتش السؤال الاول هيبقى باينوميال تمام تالة عادية من اللي احنا متمرنين عليها طبعا مش هيطلع تشيل منصة اكسباند اند زين بعد ما نفكها طبعا لو جاتش لو كان الاس الثاني مش عدد صحيح بس هتفك لغاية او كام تير 4 برافو طيب السؤال الجزئية اللي بعدها عايز اجيب مثلا تي 30 ولا حاجه تمام؟ طيب السؤال اللي بعده او الجزئيه اللي بعدها عايز اجيب الانترفال اوف اكس الفتره اللي فيها اكس اللي هي ايه؟ اللي هي بتخلي الاكسبانشن كونفرجنت مش كده؟ طيب السؤال ده كله على بعضه كله بحاله محتاجه عليه 5 درجات اوكي؟ ده سؤال تاني طيب السؤال الثاني sum to n and then check the result using mathematical induction عليه 10 درجات يبقى كده الامتحان خلص يبقى انا عندي الامتحان مكون كام سؤال؟ من سؤالين تمام كده؟ السؤال الاول 5 درجات السؤال الثاني 10 درجات واضح؟ ايه؟ طيب بصوا يا جماعه انا لو طلبت التنفس من هذا الجروب هعمل ايه؟ كنت انا مولتش طبعا جروب 3 بيمتحن في كذا مكان هعرف طبعا الخريطه بتاعت الايه وعن الطلبه تمام كده؟ وارجع اقول الطلبه دي ما توزعش عليهم ورق تعمل ايه يا دكتور؟ هكتب لكم امتحان على السطور اقدر؟ ما اقدرش ليه يعني؟ ايه اللي يخليني ما اقدرش يعني؟ مشيئة ربنا سبحانه وتعالى خطر تمام ده في حالة ايه؟ خرجت للتنافس يوم الامتحان قابلنا الدكتور محمد عيد واللجنة اللي منظمة الامتحانات طلبت المجموعة الثالثة ما تتوزعش عليها ورق ليه؟ هدخل احط الامتحان بنفسي صعبة يعني مش عويصة لا أفكر في امتحان وأجيبوه امتحان عسل على قد الدي اللي أنا متضايق مش تهديد على فكرة بس أنا بقول لك عشان ما حدش يضرب في بعض أنت ممكن تفاجئ أخرج عادي تفاجئ بالكلام في المعلومة طيب حل الموضوع ده إيه عشان خاطر نضرب المخاطر دي وما بقاش الكلام ده يحصل تهدد مع الأسف الأدب لازم يكون غير مشروط، يعني إيه؟
يعني هو الادب الطبيعي لازم يكون فيه ادب، لكن مع الاسف الشديد انت ما بتتادبش الا لما بتمسك العصايه مع الاسف. مع الاسف في الصين، الصين حاطين كاميرات شو على الأرض في كل شارع وكل مكان، خد بالك ازاي؟ في كل حته، فتلاقي الناس ما بتعملش ايه؟ ما حدش بيسرق حد، ما حدش بيعمل حاجه وحشه في الشوارع، ليه؟ لانه هيتجاب في كل مكان في المدينه. طيب هو حاجة تانية، وانت ماشي بالموبايل كده في اشاره بتقول للعربيات خد بالك في واحد ماسك موبايل ومش شايفك. شفت العكس؟ أو تاني، واحد ماسك موبايل تخش اشاره، تطلع اشاره كده للعربيات تقول له خد بالك قدامك واحد ممكن يكون مش شايفك، خد بالك وايه وفاديه. وعمال يلعب في الموبايل. تمام؟ طيب. ان شاء الله باذن الله. طبعا كده كده الامتحان سهل، لكن لو لا قدر الله انا حسيت ان الدفعه دي او الطلبه دول مش قد كده هغير الامتحان، مش هطلع الفاضل طبعا. طلع السبوره سؤالين حلوين زي العسل، برضه باينوميال وبرضه صمت وقال، برضه باينوميال وبرضه صمت وقال، عشان ما تقولش ايه لا ده الامتحان ده طويل، لا مش هيطلع طويل، ده يمكن يكون اسهل كمان، بس حط في قلبك. تمام؟ ربنا ان شاء الله يوفقنا. انا عايز ال اما الواحد يتحرك كده. ماشي. كنت خلاص هقفل الجزء ده كده خلاص، طبعا انت لو مذاكر هتعرف ان لو مذاكر المحاضره اللي فاتت هتلاقيني قرأت شويه عن الشابتر بتاع سيرفي ميشن عندك، وانا عارف الكلام ده. يبقى انت عندك ايه سيرف كويشن؟ عندك شغل المحاضرات، المحاضره دي واللي فاتت، وعندك الكتاب، وعندك مسائل الكتاب صفحه 177. في كلمه عندك مكتوبه في الكتاب اسمها مالتيبليسيتي، مالتيبليسيتي اللي هي ريبيتد روتس، تاخدها ايه؟ اللي هي كسر من خط اللي هو ريبيتد روتس، تمام؟ وتحل زي ما اديتك في المحاضره، ماشي الكلام؟ يعني انت بيقول لك مثلا الجذر متكرر، تمام؟ تقسم على اثنين مره ومره ثانيه تحول مثلا المعادله بدل الدرجه الرابعه المعادله للدرجه الثانيه، تحللها وتجيب الجذرين الاخرين، تمشي زي ما اتعلمنا عندك الزياده المالتيبليسيتي اللي انت هتشوفها في مسائل صفحه 177 معناها ريبيتد روتس، معناها الجذور متكرره. واضح كلامي؟ كنت بقول لك كنت هقفل المره اللي فاتت خلاص كنت كده كفايه، لقيت والله في حاجات الضمير بتاعي خبط عليا وقال لي قول الكلام ده للطالب. فايده ليك، مش انا مش قوي يعني ايه؟ يعني قرف ولا دولة ضايقك يعني. لو الكلام ده مش مهم ما كنتش قلته. السؤال او الفكره اللي احنا هنتعرض عليها هنتعرض بيها دلوقتي بيقول لك لو انت عندك داتا اكس اس 4 الداتا دي على هيئه اكس زائد 1 الكل والصفاء زائد حاجات زائد في اكس زائد 1 الكل تكالي زائد 3 في اكس زائد 1 تربيعات ترتيب شويه حاجات في اكس زائد 1 كل تربيع زائد شويه حاجات في اكس زائد 1 زائد شويه حاجات لو السؤال بتاعك. تاني يعني انا مطلوب مني اجيب الارقام دي بحيث ان تفكهم، فك الكلام ده كله بالبينوميال، اطلع شوف بقى مدى اهميه الفكره دي. واحد، انت محتاج تعمل حاجه اسمها ايه؟ شيفتنج للاكس للاوريجن، يعني بدل ما يكون المحور بتاعك او المحور بتاعك اكس وواي التلاقي عندي اوريجن 0 0، ممكن تعمل ترانسليشن اوف اكسس ده لمحاور ويتحول الاكس بتاعي الاوريجن بتاعي الى رقم ويكون مثلا 1 و0 مثلا او 1 و1، تمام كده؟ بنعمل ايه الحركه دي؟ بننقل المحاور لسبب
عشان احول المعادله الى معادله هوموجينيس. بعدين هتاخد الكلام ده في سنه اولى. معادله هوموجينيس يعني ايه؟ معادله متجانسه، يعني ما فيهاش ثابت، ما فيهاش ثابت. المعادله المتجانسه هي المعادله اللي بتقرب للاوريجن. بتقرب لايه؟ للاوريجن، نقطه الاصل. الكلام ده هتدوس السنه الجايه ومقبوله ان شاء الله. الخلاصه انت بتحتاج ده؟ اه بحتاج. بحتاجه بايه يا دكتور؟ بحتاجه مكتوب لورنس لما تكون عايز. ماشي. لو عندك واحد على واحد مع الزد في واحد زائد زد، طبعا زد اللي هو الكومبلكس في اثنين، اثنين زائد زد او اثنين ناقص، مش هيفرق اي حاجه، اي حاجه. تمام؟ ويقول لك هات الفوكلور. طبعا هقول لك الفوكلور اللي انت تاخده السنه الجايه هيحتاج بارشال فراكشن عشان توصل دول عن بعض. الدرس خدته معايا، تمام كده؟ هيحتاج اولا بيقول لي انت هتجيب الفوكلور، تمام؟ الكونتور بتاعك، ما تسالنيش عليه كونتور دلوقتي، مسار اللي انت ماشي عليه. قال لك المسار هو المنطقه ما بين اولا اسمه سلندريكال، اثنين اثنين اسمه منطقتين داخلين في بعض، تمام كده؟ المسار بتاعك هو المنطقه دي اللي هي الاوتر شيلد للدايره الاولانيه الصغيره، والانر شيلد للدايره الثانيه الكبيره، تمام كده؟ يعني الفترة بتاعتك ما بين موتزات أكبر من واحد وأقل من اثنين، ثانية واحدة. يعني دلوقتي هو يقول لي هات الفوكلور، بس ما تركز معايا كده وخليك حلو مش بنظر عليك. ولو ما لقيتش الكلام ده بقى تعالى لي، كان ربنا لسه أحياني ولسه ما جاش الأجل، تعالى قول لي الكلام ده ما جاش له لازمة. ما تركز معايا كده. يبقى مفكوك لورنت اللي انا عايز اجيبه بجيبه في منطقه معينه. هو اللي هيقول لي مثلا جوه الاوتر شيت بتاع ده يبقى في هذه الحاله، يبقى انت عايز عند المود زد اقل من واحد، اسف اقل. لو كنت انا بدور بجيب اللورنت جوه، طب لو انا بجيب اللورنت ما بين الواحد والاثنين يعني بره الريدس الاولاني، طبعا انت عارف ان السلندر القاعده بتاعته سيركل والطرف بتاعه سيركل، مش كده ولا ايه؟ تمام. طيب لو انت عايز تحقق ده، سي انت فكيتهم عن بعض، خليك معايا باي طريقه. طيب انت لو فكيت دي بالباينوميال دي هتفك، هتديك الشرط ان انت في مود زد اقل من واحد. يبقى انت لو فكيتها بالشكل ده طلعت دي فوق واديتني السالب واحد كده انت بتفكها ايه؟ ها؟ مش هنقول الباينوميال مود زد اللي هي مود دي على ايه؟ فاكر دي على ايه؟ اقل من واحد، تمام؟ ففي هذه الحالة لو فكيت بالطريقة دي غلط، لأن أنت لازم تفك خلال الفترة دي، تمام كده؟ طب دي تحصل إزاي؟ آخد الزد ده مشترك، وأحيانا آخد الزد ده مشترك هيديني هو إيه؟ أهو يبقى واحد ناقص واحد على زد، آسف. يبقى واحد على زد، تمام؟ ناقص واحد، ممكن تعكسهم مش أي مشكلة، يبقى زد في واحد ناقص واحد زائد، او ممكن اخد الناقص كمان مشترك، تمام؟ تبقى واحد ناقص واحد على زائد. طيب دي ما تيجي تفكها او تيجي تشوف ما تيجي تحللها، يعني خلاص ما تيجي تفكها بالطريقه دي، تمام؟ بديك الشرط هي اللي انا اعتبرك فيه، يبقى مود واحد على زائد اقل من واحد. اما تبقى عايز تشقلب يبقى الكلام ده بيساوي مود زائد اكبر من الواحد، يبقى حقق الشرط اللي انت عايزه. يبقى انت هتتحرك على اساس ايه؟ هتتحرك على اساس تحقيق ان الشرط بتاع الباينوميال ان اللي جاي اللي دي اللي انت هتفكها دي لازم تحقق شرط اقل من الواحد. طب انت محتاج ان المود زد تكون اكبر من واحد، محتاج يبقى صح. اعمل ايه اللي بشقلب؟ خلي البسط مطول مطول بسط، هتبقى المود زد اكبر من واحد. الخلاصه انا طولت عليك في دي ليه؟ اولا دي مهمه، الشرط اللي انا هجيبه لك في الامتحان، تمام كده؟ تاني حاجه وهي الاهم، ان احيانا بدي تكون ست تربيع زائد 3 زائد زائد مش عارف ايه، بتعمل لها حاجه اسمها اكمال مربع، تمام كده؟ وبتحاول تعمل لها الشيفتنج اللي بقول لك عليه ده. واخد بالك؟ ده هينزل هنا في الفايده، مش هطول اكتر من كده، عشان ده انت هتقابله في درس اسمه الكومبلكس فانكشن والكومبلكس انتجريشن. ده السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انا مفيش مناديل ولا حاجه؟ مش معايا؟ الخلاصه يا اولاد هناخد الكرامه.
مش عايز صوت، ما تنسوش الكلام بتاعي. انا ليه السبب في الكلام ده على فكره، بنفذ اللي بقول عليه كلمات، ما بهوش بس ما تقولش رؤي، ما بهوش انا، ما بهوش. لو خرجت متضايق من الحضره دي اطلب منهم ما يوسعوش ورق ليكم يوم الامتحان، وادخل كلاس كلاس اكتب فيه الامتحان. تمام؟ طيب فكر فيها كده، شوف في البيت، انا هجيبها دلوقتي في البيت، فكر فيها وقول طريقتي. يعني انا عايز احط دي على صوره اكس زائد 1 كل اس 4 واكس زائد 1 كل تكعيب واكس زائد 1 كل تربيع واكس ودي السؤال الثاني، عشان دي انا احط ده كله يطلع لي بقى. انت بتختار الطريقه على اساس ايه؟ ليس ايفورت، اقل جهد، اقل جهد واسرع، اقل جهد واسرع. يبقى انت عامل وقت مهم طبعا، لان جزء الرياضيات لا يشكل المهندس الا انه اداه، اداه بيحل مشكله ومش عايزها تاني، خلاص مش بتطول فيها بقى، لان انت عندك في شغل في دماغك هندسي، الشغل الهندسي ده بدايته هي الجزء ده، هي النقله دي، خلصتها نسيب الرياضيات خلاص. طيب هنحلها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بصوا يا ولاد، بسم الله الرحمن الرحيم، نزل المعاملات، 1 ناقص 2 3 و1 ناقص 3. طبعا مش هفكرك بانك تخلي بالك كل واحده منهم سقطه ولا حاجه، حط مكانها ايه؟ زيرو، حط مكانها ايه؟ زيرو. طيب هنقسم، هو بيقول لي السؤال بيقول لي اكسبريس، عبر، ذا فانكشن، عبر عن الداله، الداله دي ان ترمز، بدلالة اكس بلس 1 عبر عنها، ان ترمز اوف ايه؟ اوف اكس بلس 1. تمام. هنقسم على سالب 1، اشمعنى؟ سويها في 0 وبتقسم على سالب 1، خليك معايا في القلم، 1 سالب 1 سالب 1 اجمع، سالب 3 اضرب 3 اجمع، 6 اضرب سالب 6 اجمع، سالب 5 اضرب 5 اجمع 2 تاني، 1 سالب 1 سالب 1 اجمع، سالب 4 اضرب 4. واحد هيجي يقول لي دي قيمه الداله عند سالب 1، صح؟ بس انا مش عايز، صح؟ بس انا مش عايز دي، انا عايز اعبر عن الفانكشن دي بداله الاكس اكس بلس 1. طيب 4 زائد 6 10، 10 في سالب 1 في سالب 10 اجمع سالب 15 اللي بعدها، هيجي يقول لي ودي قيمه التفاضل عند السالب ايه؟ هو الاول عند السالب 1، صح؟ صح. طيب 1 في سالب 1 في سالب 1 دي سالب 5 اضرب الثاني 5 اجمع 15. طيب اللي بعدها 1 سالب 1 سالب 1 اجمع سالب 6 1. تقراها من تحت لفوق، خليك معايا كده. الداله هتبقى بالشكل ده على بركه الله، اف اكس هتساوي معامل اكبر اس 1 في اكس زائد 1 الكل اس 4، معامل اكس تكعيب سالب 6 في اكس زائد 1 الكل تكعيب، معامل اكس زائد 1 لكل تربيع 15، ناقص 15 في اكس زائد 1 زائد 2. دي هي دي، هنشوف هي. تمام، فكر في دي بقى، واخد بالك، اقف على الحيط، لا 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 بص لا 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 فيها الوقت القصير ده، ها؟ والطريقة السهلة دي بقول خلاص. يبقى انت مش مصدق، هتيجي تعالى في البيت فك ده بالباينوميال براحتك بقى عشان ما عنديش وقت انام.
بس انا ممكن اجيب لك واحده. هذا الثالث واحد في 14 واحد واحد ناقص 6 سالب 2 زائد قطع. لا ايه واحد ناقص 6 صح سالب 5 سالب 5 زائد 15 يبقى كام 10 10 ناقص 15 سالب 5 زائد 2 سالب 3 تمام معايا يا ولاد؟ طيب فكوا دول بالبيولوجيا ما تنسوش اللي انتوا خدتوا مثلث اسمه مثلث باسكال بيديلي المعاملات اللي هو كام؟ 1 هنا 4 6 4 1 وده 1 3 3 1 وده طبعا 1 2 1 ماشي الكلام؟ ماشي. الشك في العلم مطلوب ومطلوب انك تطمئن ده شيء طبيعي الشك مطلوب لولا الشك ما كانش في تواصل بين العلماء مشكلة ليه؟ طيب في البيت اكسبريس ان تيرمز اوف اكس زائد 2 يبقى لي هنلاقي اكس ناقص 2 يبقى انت هتقسم على كام؟ 2 على 2 برافو عليك صح كده؟ وتجيب لي زي دي الارقام دي تجيبها لي معايا يا ولاد بس بدل اكس زائد 1 يبقى اكس ناقص 2 معايا؟ صح؟ مش صعب الفكره الثانيه أنا اتكلمت فيها شفوي أو بيسميها شفوي لما قلت لك إن أي معادلة من أي درجة أقدر لو خدت فيها جذر تخيلي يبقى المرافق ليها جذر آخر صح؟ وقلت إزاي الكلام ده قلناه قبل كده؟ قلنا إن أي معادلة أستطيع من أي درجة أستطيع اختزالها إلى معادلة من الدرجة الثانية في معادلة من أي درجة بقى حسب يعني لو كان بس من درجة الدرجة الثانية المعادلة الدرجة الثانية في معادلة الدرجة الأولى مش كده ولا إيه؟ تمام المعادلة الدرجة الثانية تتحلل أو ما تتحللش إن شاء الله ما اتحللتش تطلع الجذور بتاعتها سالب بي زائد أو ناقص جذر بي تربيع ناقص 4 يسي على 2 دي أي معادلة تربيعية سواء تتحلل أو ما تتحللش تطلع بإيه؟ القانون ده. طيب قلنا قبل كده بنراجع برضه مع بعض إن ممكن ده يكون اقل من الزيرو ده في حاله ايه؟ في حاله طبعا ان دي تربيع اقل من 4 اي سي اقل من 4 اي سي. طيب يبقى لو كان ده سالب تاخد السالب يبقى تحطه اي تربيع يبقى جذر اي تربيع باي جنبه زائد وناقص يبقى احنا دايما بنقول ان لو في جذر تخيلي المرافق ليه جذر اخر مش كده وبس طب ممكن يكون اللي جوه عدد حقيقي عدد حقيقي لكنه مش صحيح عدد حقيقي ولكنه مش صحيح، ما يكون ايه؟ يعني يكون عدد غير نسبي، عدد غير ايه؟ غير نسبي. طيب العدد الغير نسبي مش هتعرف تطلعه من الجسر، زي جسر ثلاثة مثلا، مش كده؟ زي جسر سبعة، الله؟ طب ازاي؟ أنا مش عارف تطلع تجيب لي حل تقريبي. جسر 10، جسر 11، مش كده ولا ايه؟ تمام. هتقول لي جسر 12، جسر 12 اتنين جسر ثلاثة. مش أنا كده بقول على ايه؟ على الاولين. طيب في برضه نفس الكلام لو عندك جذر من جذور عدد غير نسبي يبقى المرافق ليه جذر مش مرافق اسف مكمل المرافق للعدد التخيلي تمام ده الـ 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 الاشاره عكس الاشاره للعدد الحقيقي يسمى مكمل يسمى ايه مكمل طيب طيب انتبهوا يا ولاد لان طبعا حضرتكوا تصوروها وتنقلوها الشابتر ده بخرج كتير عن الكتاب يعني في زياده مش عايزين تجربوا بجد انت يا ست
يقول لي إيه في الآي؟ إيس أروت؟ عايز ما دي التالي حمد الله. لو في جزم اثنين آي عندي كم جزم المعادلين؟ معلومين لا عندي كم جزم معلوم شو؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اثنين ده المرفق بتاعه نقسم على اثنين آي نزل المعاملات واحد ناقص خمسة عشرة سالب عشرين أربعة وعشرين نقسم على اثنين آي الواحد ينزل واحد اثنين آي اثنين آي أجمع هل الجمع ده زي ده؟ لا طبعا يبقى سالب خمسة زائد اثنين آي أضرب هيديني سالب أربعة ناقص عشرة آي أجمع هيديني ستة ناقص عشرة آي معايا ولا لا؟ تمام 2 اي في 2 اي بسالب 4 2 اي بسالب 5 والتاني سالب 10 اي طيب اضرب ده في ده هيديني موجب 20 زائد 6 اي اجمع هيديني 6 اي 12 اي اسف هيديني 12 اي اضرب 12 في 2 24 يبقى سالب 24 اجمع بصفر. طيب المهم انه درب كام يا اولاد؟ ها؟ ايه اللي بقى؟ ثالثه. المجموعات دي انا درب كام؟ ثالثه. ثالثه اقسم على كام؟ قبل ما تقسم تقول لي زي الفور ان ناقص 2 اي از انذر روت اذا ما خدتهاش وقت الامتحان انا اصلا. انا عارفها. يبقى لما يقول ان 2 اي ده جذر تقول لي بزير فور ناقص 2 اي جذر اخر وبالتالي نقسم على سالب 2 اي الواحد هتنزل وانا هتنزل سالب 2 اي سالب 2 اي اجمع سالب 5 اضرب موجب 10 اجمع 6 اضرب سالب 12 و 0 المعادله دي بالدرجه الثانيه يا اولاد ها ثانيه دي اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 بتساوي 0 يبقى x زائد ناقص 3 في x ناقص 2 بتساوي 0 يبقى x ب 2 و 3 وزائد او ناقص 2 اه صعب يا ولد في مشكله ناخد مثال تاني مهارة السرعة
النهارده السرعه بتكتسب. بتكتسب ازاي؟ حل كتير، حل كتير. تقيله، تقيله بتتحرك، تمام كده؟ ما تبقاش تقيله في الامتحان، تمام؟ الايد تبقى تقيله والدماغ بتتربس، تمام؟ محتاج تتزايد في الامتحان، مش هتعرف تجيب ايه زيت، مش هتعرف، تمام؟ تيجي تقول لي الامتحان طويل، لا مش طويل يا معلم. اي طالب اقول لي الامتحان طويل واقول انت ما حلتش في البيت. طيب او رجلك او عشان تحل دي، المهم يعني ايه؟ يعني المهم ايه؟ ورقه تكون شغاله. تمام؟ انا قلت هتجرب؟ جرب. بس انا بعرفه ان الفشل ما يجربش. لان ده هيؤدي فشل. هيؤدي لفشل. هتقول لي ما انا بعد كده بقى هتسافر امتى؟ انت عارف مين تاني في الاسبوع التاسع؟ انت عارف بقى التاسع ده في كام من الاسبوع؟ ها؟ لا بقى ايه؟ انت طيب، لو كملت انت طيب. ثم يعني بكتير هو الدكتور محمد عشان كده الدكتور محمد دخل تاني الاسبوع التاني علشان خاطر ايه؟ غالبا بتقف في الاسبوع ال 13 ولا ال 12 بيخش معانا الامتحان معنا فيزياء. أول ما تبدأ امتحان المعادن تقف الدراسة. تمام؟ كلاب أنت كلاب أنت عرفت خالص. واحد يقول لك إيه؟ لا أنا هذاكر بقى. هتلحق. بقى قابلني سلمني على المدير. أبقى قابلني. اللي مش هيذاكر أول بأول وهيذاكر بالورقة والقلم الترم ده هيعدي عليه. عدى الترم ده. عدى. وأنت مش كويس. تخش على الترم الثاني التكامل بيعتمد على التقدم اللي بتدرسه مثلا ماشي هيعدي كمان الترم الثاني ماشي طيب دخلت على سنه اولى شايل الماده ايه اللي بتعمله ده؟ تعمل ايه؟ بعدين ما تعملش الحاجات دي خالص يا صحاب دخلت على سنه اولى ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك انك ايه؟ نجحت وشلت المواد نجاح مش انت بدات مواد يعني دي دي لانك اسوء من السائق خالص السائق خالص احسن طبعا احسن ليه بقى احسن؟ لان انت لما تبقى طالع شايل مواد هتدرس ماده بتعتمد على الماده اللي انت سقطت فيها فهتبوظ روحك طيب يقول لي انا كده كده هذاكر ما بذاكرش يبقى اللي معاه اللي شايل ماده تخلف ما بيلحقش يذاكرها اصلا تمام؟ فإذا ربنا لو ما نجحتش بالأصول تبقى تسقط أحسن. وبعد ما تنجح بالأصول. تحف والله ما حدش عايز يفهم، ما حدش عايز يفهم إن الشغل بالورقة والقلم هو اللي هيخليك تفهم. كل المشاكل دي تتغلب عليها. البنت كانت عايزة زميلتكم كانت عايزة تسأل في قضية هنا. أنا قلت لها لا ليه؟ عشان انا مش عايز اقف في الحاجات العظيمه دي صراحه. انت حاسس ان الكلام ده صح؟ روح اشتغل دراية والقلم ضرب وجمع. انت عايز تقول لي ان اي في اي ما تعرفش انك تساوي سالب واحد مثلا؟ طيب السؤال الثاني برضه كويس يقول لي ايه؟ اكس اس 14 خلاص اهي ناقص 6 اكس 70 زائد 11 اكس 300 ناقص 2 اكس ناقص 10 واحد ناقص جذر 3 قيس روت عندي كام جذر معلوم؟ اثنين يبقى الجذر الثاني هو ايه؟ يبقى 0.4 واحد زائد جذر 3 قيس انذر روت طيب نزل المعاملات واحد ناقص 6 11 سالب 2 سالب 10 لما اقسم على واحد ناقص جذر 3 كان صعب طيب هو مش صعب
تتغر فيه وتقول مش لازم اتمرن، يجي في الامتحان تضغط الدم ومطار دم ومطار واحد في ده يديني واحد ناقص جذر ثلاثة أجمع يديني سالب خمسة ناقص جذر ثلاثة أضرب ده في ده عشان أتخلص من الجذر ثلاثة. أضرب إزاي؟ أضرب جذر ثلاثة بجذر ثلاثة تاني ثلاثة، ثلاثة ناقص خمسة تاني سالب اثنين. طيب واحد بتكسر جذر ثلاثة وزائد خمسة يبقى زائد أربعة جذر ثلاثة. انتوا عارفين لما هو ازاي طبعا مش كده ولا ايه؟ عايز اطلع جزء العدد الصحيح اضرب جذر ثلاثة بجذر ثلاثة وهاخد الصحيح في الصحيح يديني الايه؟ الرقم ده. طيب عايز اطلع الرقم اللي بقى في جذر ثلاثة اضرب الصحيح في جذر ثلاثة وجذر ثلاثة في الصحيح. تمام؟ اجمع هيدينا تسعة في الخير زائد أربعة جذر ثلاثة أضرب ده بده هيدينا كام يا ولد؟ واحد تسعة تسعة ناقص 12 يبقى سالب ثلاثة وهيدينا كام يا ولد؟ ناقص تسعة زائد أربعة هتلاقي ناقص خمسة اجمع يبقى سالب خمسة ناقص خمسة جذر ثلاثة. طيب أضرب ده في ده عايز بقى المهندس يبقى عنده قوة ملاحظة. ممكن اخد مشترك. السالب خمسة مشترك فعلا سهل عليه خالص. يبقى ليه واحد زائد جذر ثلاثة. لما واحد زائد جذر ثلاثة في واحد ناقص جذر ثلاثة اللي هو طرف المكمل يبقى سالب كام؟ سالب اثنين واحد ناقص ثلاثة سالب اثنين وسالب خمسة ده يوجب 10 بيجمع بزيرو. اسمع كلامي اشتغل كل الموارد بتاعتك بالورقه والقلم اسمع كلامي اقسم بعد كده على كام يا ولاد؟ تمام يا حبايب يبقى واحد في واحد زائد جذر ثلاثه وواحد زائد جذر ثلاثه اجمع الثاني سالب اربعه اضرب الثاني سالب اربعه سالب اربعه جذر ثلاثه اجمع الثاني خمسه اضرب الثاني خمسه سالب خمسه جذر ثلاثه اجمع سالب المهم يتكرر كام يا ولاد؟ ها؟ تمام عند صوتكم يا تحى محدش يخاف محدش هيتحسد يعني الا لو كلهم زي بعض ها؟ واحد يقول لك ايه؟ سهولة كده يتكلم بصوت واو يقول لك عشان بس ما تحسدش عشان مش هتحسد ان شاء الله كلكم زي بعض تمام يبقى اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5 بتساوي 0 دي بتحلل بتفكر في ايه؟ تحلل؟ لا لا على طول ليه؟ على طول طول ليه بقى السبب؟ عشان ما فيش حاجه في حاجه بخمسه ويجمعهم يديك اربعه. واحد في خمسه بس هي بالظبط يا حبيبي تسمع كلامي انت راجل مبتدئ ولد بتحضر المحاضرات جبتها من ديننا زي ما هو الديننا بيقولوا قال لك دي قواسم الحد المطلق خمسه في واحد او سالب خمسه في سالب واحد يعني لازم يكون يعني سته او سالب سته ومع ذلك بلاقي طلبه بتغلط فيها وتقول لي اكس ناقص 5 مثلا اكس ناقص 1 على اساس ان دي سالب 6 مثلا او تقول لك اكس ناقص 5 في اكس زائد 1 على اساس دي سالب يعني مثلا يعني خلي بالكم اسمعوا الكلام دي موجب يبقى تيجي تحلل 5 في 1 او سالب 5 في سالب 1 مش كده؟ مجموعهم كام؟ يا سالب 6 يا موجب 6 مش كده؟ حلش. انا بقف في الحاجات دي كتير لان دي اللي بتوقع مع الاسف مش الشغل التاني مع الاسف جمع وطار انا بقول مع الاسف اكس بتساوي سالب بي زائد او ناقص الجذر التربيع بي سكوير ناقص 4 اي سي على 2 16 ناقص 20 كام؟ سالب 4 اللي هو 4 اي تربيع اللي هو 2 اي يعني جذور المعادلة هتبقى بتساوي 2 زائد او ناقص اي و 1 زائد او ناقص جذر 3 مش كده ولا ايه؟ تمام Thank you.
ثلاثة اكتب يا جماعة اكتبوا لو سمحت ورايا على طول ثلاثة اكس تكعيب ثلاثة اكس تكعيب ناقص 13 اكس تربيع ناقص اكس زائد 6 يساوي 0 ثلاثة اكس كيوب ناقص 13 اكس سكوير ناقص اكس بلس 6 ايكوال 0 given sum of two roots مجموع جذرين equal 5 في مجموع جذرين بيساوي 5 so هلا تمام دي سهله مشكله ولا ايه كده انت عندك كام النوت عندي كام مجهول عندي كام مجهول 2 صح كده لان تكون الفا زائد بيتا تساوي 5 مش كده؟ وقارن لي بقى معامل اكس تربيع ومعامل اكس كده احنا خدناه قبل كده طيب اكس اس 5 ناقص اكس اس 4 زائد 8 اكس تربيع ناقص 9 اكس ناقص 15 تساوي 0 بيقول لي جذر 3 و1 ناقص 2 اي R2 roots كده انا عارف كم جذر المادة دي صح حلها في البيت خلي بالك مفيش اكس تكعيب حلها في البيت انا ما بنساش ولو نسيت الورق موجود في البيت تمام عشان ما يبقاش اليوم ده مش هتنساه مش هتنساه ده مش تهديد بقول لك اليوم ده مش هتنساه السؤال اكس تكعيب ناقص 4 اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 1 لما تحس انك مش عارف تبدا منين وتروح فين وتيأس وده مش مهندس خالص اللي يقول الكلمه اللي اقولها دي فلما لا ما اعرفش حاجه حاجة يعني مش عارف مش مهندس يقول مش عارف من بره كده يدخل في الشغل اولا كلمه مش عارف ما تقولهاش قدام رئيسك في العمل مباشر لو انت بتشتغل لما كمهندس جاي لك مشكله عايز تحلها دماغك مش جايبه الحل دلوقتي تمام رئيسك في العمل ما يشوفش ارتباكك في عينك ما تتركش تتركش بالك تظاهر بالثبات قدامه تمام عشان تنزلش من نظر يقول لك انت ضعيف وما ترتبكش قدام الاصغر منك عشان ما يلعبش ليك الكوره او مش هيثق فيك واحتمال الفني اللي هو جاي يوريك المشكلة بتاعتك دي، المشكلة اللي عندك أو المشكلة اللي موجودة في الموقع اللي أنت فيه، يكون عارف حلها وبيشكل عليك. يعني إيه بيشكل عليك؟ ها؟ عايز يعلم عليك. واخد بالك؟ ما تديلوش الفرصة دي. خد ساعتين زمن تفكر في المشكلة والحل بتاعها.
انا هنا عايز اعودك على مهاره الصبر ومهاره ازاي تفكر بديها المشكله. تدور على المعطيات اللي عندك، تدور على انت دلوقتي هتلاقي مساله غريبه جدا او الشغل ده دي في محاكاه مشاكل ممكن تقابلها في تخصصك وفي شغلك، مش مخصص انا عندك. تمام؟ ازاي تواجه، ازاي رد فعلك الاولي بيكون عامل ازاي؟ واخد بالك؟ شايف حاجه جديده انت تحفه مش حاسس انك عارف، مش فاهم يمينها من شمالها اولها من اخرها. خلاص؟ ما تظهرش الكلام ده لا للكبير ولا للصغير. خلاص؟ الصغير هيعلم عليك والكبير انت هتنزل من مصر ومش هتعرف تجيب بعد كده. تمام؟ تعمل ايه؟ حاضر يا سيادة الريس، تعمل شوية دي ساعتين كده بس عشان اقعد في ايدي شغل. خد بالك؟ وتكون عند سيادتك التقويض والحل بتاعك. تمام؟ تقعد مع نفسك بهدوء مع كوباية شاي هتجيبها لو انت كويس في الجانب النظري والجسمي. خد بالك؟ أهم شيء انك تتعود ازاي تفكر، مفيش حاجة اسمها أنا مش عارف. انت حاسس انك مش عارف توصل لها، تشوف الكونسترينت، تشوف المعطيات اللي عندك ايه وتتحرك على اساسها. السؤال كان مثلا وزي ما قلت لك في محاكاه. الولا الحق وليت وجام ارزاوس. حضور المعاد هو مش عايز حضور. خد بالك؟ يقول لي اوجد واحد على الفا زائد واحد على بيتا زائد واحد على جاما بكام؟ اوجد واحد على الفا تربيع زائد واحد على بيتا تربيع زائد واحد على جاما تربيع بكام؟ اوجد الفا سكوير زائد بيتا سكوير زائد جاما سكوير بكام؟ اوجد الفا تكعيب زائد بيتا تكعيب زائد جاما تكعيب بكام؟ واحد دماغه ضيقة هيقول لي ايه؟ دماغه ضيقة مش عايز افكر. يقول لي ما هو الثاني ما بيكونش فيه علاقات بنعمل ايه؟ نجيبها من الجرس بالتخمين. طب لو ما جاتش بالتخمين اصلا انا مش عايز وزور. انت رايح تجيب الوزور ليه؟ يقول لي عشان بعد كده احط الالفا في الجزء بتاعها واحط البيتا واجيب اللي هو عايزه. مش هو ده الحل. مش هو ده الحل على فكره. شغل التفكير المنطقي. التفكير المنطقي طالما هو عايز يجيب علاقات بين الفا وبيتا وجاما اجيب بمقارنه المعادلات اولا المعطيات بتاعتي. مش انت اصلا عارف المعادله العامه من الدرجه الثالثه؟ فكر المعادلات يا اخي وتشوف هيطلع لك ايه واتفرج على المعادلات اللي انت هتطلعها وشوف بعد كده انت عايز ايه. يبقى انا دلوقتي وانا بفكر في حاجه انا مش عارف ابدا من يمينها من شمالها من فوقها من تحتيها اشوف المعادله دي اخرج بعلاقات من الالفا والبيتا دي دايره ازاي؟ اللي بيها اقدر اوصل لدي او لدي او لدي او لدي. هو ده التفكير. مش انك تقول لي انا عايز اجيب جذور المعادله. طب مش هتعرف تجيب ليه؟ قواسم حد الموجب كام؟ موجب وسالب واحد صح؟ عوض بيهم مش هتطلع لك. مش هتعرف دي معناها ايه؟ معناها ان الجذور بتاعتك اما حقيقي ولكنه مستحيح او تخيلي او اثنين تخيلي واحد برضه مش صحيح ماشي. لان لو كان صحيح كان طلع من ايه؟ من قواسم الحد المطلق زي ما قلت لك. واضح كلامي؟ طيب زي ما قلت لكم يا اولاد هنبدا من المعطى اكس تكعيب ناقص الفا زائد بيتا زائد جاما اكس تربيع زائد الفا بيتا الفا جاما بيتا جاما في اكس ناقص الفا بيتا جاما بتساوي زيرو. قارن المعادلات حبيبي هتلاقي ان الفا زائد بيتا زائد جاما. اشمعنى الفا بيتا جاما؟ هو اللي قايل عشان بقول لك ببدا من نقطه يقول لي جيب الفا وبيتا جاما ارزاوس. خلاص؟ هو اللي قايل مش انا اللي اقول اسمهم كده الفا وبيتا وجاما. طيب يبقى الفا زائد بيتا زائد جاما كام؟ باربعه. الفا بيتا زائد الفا جاما زائد بيتا جاما بتساوي كام؟ اثنين صح؟ طيب الفا في بيتا في جاما بكام؟ بواحد. اسمعوني يا اولاد عشان ما حدش من زمايلي هيفتح الكلام ده كتير.
وانا مش هفتحه الترم الثاني خلاص، بقول الترم الاول بس. عايز تنجح، عايز تنجح صح، وعايز تتفوق، وعايز تفهم لما تفتح المقرر بتاعك، ما تشغلش نفسك بحاجه ثانيه غير الدراسه. لو كده تشغل نفسك بالواتساب او الفيسبوك او فلان فلان اتقطعني وفلان الفلانيه النهارده بصيت لي بصه كده ولا ايه. يعني فكرك لو انت فكرك شمال اسمعني، شمال الشيطان معاك، لما تيجي تحول يمين تحاول تذاكر هو يبقى معاك، مش هيسمح لك لان هو متملكك هناك، فمش هيسمح لك تخش يمين. تمام؟ اما لو انت داخل يمين اصلا طبيعي وتذاكر وتتقي الله في اعمالك، ربنا هيساعدك وهتتغلب على ام الشيطان ده. كلام واضح؟ محدش هيفلح في الاتجاهين، محدش هيفلح في الاتجاهين. اسمعني، يا شمال اختار وتحمل الجيل النتيجه بتاعتك، يا يمين وربنا هيكرمك وهيوفقك. مفيش حاجه الاثنين، مش واحد يقول لك انا استروش وقطع السمكه وتلهب، مش هيبارك لك ربنا ومش هتفهم المواد، مش هتفهم. لازم ذهنك يكون صافي. تمام؟ شغلك دراستك يبقى دراستك. تمام كده؟ طيب عايز تمشي شمال تحمل المسؤوليه بقى، خلاص انت قررت. مش تقول انا عملت اللي عليك، لا ما تقعدش عليك. انت ما تقعدش عليك. في ناس دخلت مقفله على فكره، وانا بشتغل برضه دخلت مقفله. انا مش هتهمه من غلطان اسمه، بس اللي انا متاكد منه ان هو دماغه مش في الشغل. مش ممكن، مش ممكن واحد يكون دماغه مصفوفه كلها في الشغل وفي الدراسه مش شايفه، مش ممكن. ربنا هيوفقه. اسمع كلام، اسمع كلام، وانا بجيب لك النتيجه اهو عشان انت لما تقوم تيجي تقول انا غبي، لا انت مش غبي، انت بتفكر في حاجه ثانيه، انت في حاجه ثانيه شكلاك، حاجه ثانيه شكلاك. صافي دماغك وطب الله في عملك وانت تبقى زي الفل. تمام؟ ادي المعطى اللي عندي هو ده. تخيل بقى انك لو قسمت، ما تقول كده انت حاجه، لما نقسم اثنين على ثلاثه ها؟ مش هتطلعك المطلوب الاول؟ انا قلت دي محاكاه، انا ما قلتش دي، انت مش هتقابل في شغلك يعني. دي محاكاه انك ازاي تفكر تحط الكوليسترين المعطى ده قدام. وبص بقى نفس الكلام، عندك مشكله في عملك لو كده شوف المعطيات ايه، شوف عندك ايه. افرض مثلا واحد يقول لك ايه، يقول لك ده هتخسر معايا ها، الكهرباء جيت وانت واحنا عايزين نحقق ربح كذا، فلوس قد كده. انت عندك معطياتك ايه؟ عرض عمال، اجر العمال، ماشي. عندك مثلا ماكينات، المكنه دي تشتغل كام ساعه؟ واخد بالك ازاي؟ طب لو اشتغل اكتر شويه هتحتاج صيانه كل قد ايه؟ طب هتبقى فلوس هتدفع. طيب العامل، طب اجيب عندين عامل وادفع لكل واحد 3000 جنيه، ولا اجيب واحد وادفع له 5000 جنيه واشغله ورديتين؟ انت تحفه، انت بتتقطع، هتروح حتى بالنوم دلوقتي تتقطع، تعمل ايه؟ تفرد ايدك سليفان ها؟ ما تتكلمش. انا وانا قدك كنت لا اقدر ابص للساعه اللي قدام استاذي، مش هتمطع. تقدير العلماء وتقدير الاساتذه واجب، ده مش تقدر، واجب. تمام؟ يبقى لو قسمت اثنين على ثلاثة هيديني واحد على كهرباء، اثنين على ثلاثة، ثانية واحدة بعد إذنك، يبقى واحد على كهرباء
زائد واحد على بيتا زائد واحد على الفا بتساوي 2. ادي اول واحد. الثانية سيبها شوية نجيب الثالثة. الثالثة تيجي ازاي؟ ربع الأولى. تمام. يبقى ألفا زائد بيتا زائد جاما الكل تربيع بتساوي 16. معايا يا ابني اللي كان بيقول ربع الأولى مين اللي بيتكلم؟ تظهر معاك لو أنت ما فهمتش الكلام ده هتلمع في دماغك؟ مش هتلمع في دماغك. يبقى أنت بدايتها إيه؟ بدايت احط النقطة قدام عين. في فيلم بتاع اسمه ايه ده؟ فتح عينيك. فتح عينيك. انا كنت منشغل قوي حاجة تانية خالص غير الفيلم. خالد صالح الله يرحمه كان قاعد عمال يقول لك 6 نوفمبر ها؟ العرض مش عارف ايه وكان عمال يرسم ويكتب 6. هي دي المعطيات اللي عنده. بالك ازاي؟ انت مش واخد بالك بس انا بركز في حاجات غير خالص اصلا. يكتب 6 بالك وبعدين يرسم عصفوره وبعدين مش عارف تمام؟ والسته دي بينت له دماغ مش عارف انت بيقول لك في الاوبرا لا ده الاوبرا جنبه مركز التجاره العامه واخد بالك؟ منين؟ من الكتاب اللي قاعد عمال يشخبط على الورق تمام؟ انت واخد بالك معايا وكان بيستخدم قلم زي ده والقلم ده ب 6 جنيه خلي بالك. فالكتابه بالمعطيات تقدر تطلع المشاكل. طيب السؤال اللي انت ما جاوبتنيش عليه. لما اجي افك دي افكها ازاي؟ ناقص. برافو عليك يا حبيبي، انت عارف مساوي؟ ها؟ برافو. يبقى الفا تربيع زائد بيتا تربيع زائد جاما تربيع زائد 2 الفا بيتا الفا جاما بيتا جاما بتساوي 16. ما عنديش وقت انا اقول لك احطهم جنب بعض واضرب الاول في الاول والثاني في الثاني وحاجات زي كده. طيب الفا بيتا جاما الفا بيتا زائد الفا جاما زائد بيتا جاما اهي بكام؟ ب 2. 2 في 2 ب 4. تروح الناحيه الثانيه تبقى الفا تربيع زائد بيتا تربيع زائد جاما تربيع هتساوي 12. شكرا. انا عمال اطلع في الحل ما جبت لك لا الجزء الاولاني ولا الثاني ولا الثالث. السؤال الثالث اجيبه ازاي؟ فاهم؟ ده اجيبه ازاي؟ من على الثلاثة ايه انت دي؟ مش عارف ايه؟ ها؟ اربع اربع الثالث واقسم 2 عليه. جت ما هي ربع ايه؟ ربع الثالث وبعدين قاسم 2 على كام؟ على 3 على 3 على 3 تعمل ايه؟ 1 على 4 على 4 على 4 مش كده؟ هديك ايه؟ تربية 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 لا انا هاخد ده هاخد ده وبعدين اربع ده واقسم ده عليه واحدة واحدة عليا عشان انا ضعيف ولا يوم تعمل ايه؟ اربع ثلاثة طبعا وبعدين بعدين اقسم ده عليه اقسم المعادلة اللي احنا جبناها. طب تعمل ايه بقى بيها؟ هجيب واحد على الفا تربيع زي لا 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 مش هتجيب مش هتجيب واحد على بيتا تربيع جاما تربيع بالظبط. تمام برافو عليك. التفكير حلو يعني انا مش بحكر عليك يعني فك دي يا خبر ابيض. يبقى كان يا حبيبي يبقى واحد على حرف تربيع زائد واحد على تربيع زائد واحد على رقم تربيع زائد 2 زي ما قلت السفره ده الاول في الثاني الاول في الثاني الثاني ثالث ماشي بكام يا ولاد؟ بأربعة. طيب أنا عايز زيد، زيد كام؟ أجيبها إزاي؟
وضع كم؟ وضع ثلاث رابع حبايبي، طلع كي فوق العشرة، كي فوق العشرة، كويس. يعني احنا برضو يعني اللي انا عايز اوصله مع نسبة قد ايه ممكن تكون قليلة لكن طبعا في ناس معايا بناتهم معايا حتى لو واحد تغير الفكر بس بره كده وبره. يبقى فعلا لو قسمت واحد على ثلاثة هيديني ده، يعني بقى كام؟ أربعة. أربعة في اتنين بكام؟ ثمانية. طبعا نحتاج نسأل ثمانية، يبقى واحد على ألفا تربيع زائد واحد على بيتا تربيع زائد واحد على جاما تربيع بتساوي سالب أربعة، صح؟ كده؟ حتى عنده كلام عايز يقول معايا؟ محدش؟ طب أسأل أنا بقى، إزاي بقى يطلع كلمات متربعة ويطلع بتساوي سالب يعني؟ ازاي؟ تخيلية. برافو يا حبيبي. تعمل معايا المرة الثانية ولا لا؟ لا بحضر على طول. فين؟ أو على الأرض؟ لا هنا والله على الأرض. يعني بتفعله. برافو. مين قال إن الأعداد صحيحة ولا حقيقية؟ ممكن تكون تخيلية. ده مش كده وبس. ده دي المعادلة دي اللي طلعت بتساوي سالب دي أثبتت لي إن نزول المعادلة دي فيها اثنين تخيلي. ناس. ممكن تطلع سالب. مش هتطلع سالب لو كان فيها اي تربيع يبقى سالب واحد، مش كده ولا ايه؟ اخر حاجه عندي الفا تكعيب زائد بيتا تكعيب زائد جاما تكعيب. صور لو ما تصورش مش عارف تعمل ايه. انا بحب المساله دي. ماشي، مش عايز واحد فقري بقى يقول لي ايه؟ طب يا ولد انت مين تاني خدت قرار؟ يعني اي واحد بقى بيخلص يقول لي كومبلكس معايا برضه نفس الكلام. اذا انفعلت من الاسئله دي يبقى الكومبلكس جاي من سيرو ديكوشن جاي من كله جاي. تمام؟ نعم؟ ده مش عارف. اتفضل. وده كمان هو موجود هو حاجه من العالم نخش بقى العريضه. لازم حضرتك لازم يكون في الفوق على طول. اللي انا شايفه ان الدفعه دي يعني 100% كده. انت وانا نخش علينا واحد بس لو انا مثلا الفا تكعيب زائد ايتا تكعيب زائد جاما تكعيب. هنعمل فيها ايه؟ هنجيبها ازاي؟ كعب. هنكعب اول واحد. بالظبط. عايز اجيب طريق تاني توقف في دماغي دلوقتي. انا طبعا التكعيب انا هعلمك التكعيب وكل حاجه ماشي، بس انا وقفت دي. طب دي لو جابت في الفا زائد بيتا زائد جاما ينفع ايه بقى؟ تكعيبات ناقص 2 في ال استنى بس على ماشي الاول بس دي عشان كلكم زي بعض وهمشي على الطريق اللي انا اللي جبت لك ده. الفا زائد بيتا زائد جاما لكل تكعيب ده يساوي 64. تمام؟ فك التكعيب الفا تكعيب زائد بيتا تكعيب زائد جاما تكعيب زائد 3 الفا تربيع بيتا زائد الفا تربيع جاما زائد بيتا تربيع الفا زائد بيتا تربيع جاما زائد جاما تربيع الفا زائد جاما تربيع بيتا زائد 6 الفا بيتا جاما تساوي 64. احفظوا لو سمحت. كل واحدة متربعة وواحدة متضاربة الأولى. طيب دي أقدر أجيبها؟ أقدر. مضارب
دي دي مش كده؟ ايوه الفا في الفا تديك الفا تربيع بيتا مش كده ولا ايه؟ صح؟ بس مش هديك دول بس هديك برضو الفا بيتا جاما مش مشكله يفرق او تاني اول فكره ممكن تفكر فيها ان انا فعلا اتعب ده اوصل لده ماشي بس في شويه حاجات هتتعلمها ده عندك ده عندي ده واحد مش كده؟ تمام فدول يجوا ازاي؟ اقول له الفا زائد بيتا زائد جاما اللي هو المعادله الاولى في الثانيه بتساوي 8 فك دي هتديك الفا تربيع بيتا زائد الفا تربيع جاما تمام زائد بيتا تربيع الفا زائد بيتا تربيع جاما زائد جاما تربيع الفا زائد جاما تربيع بيتا زائد 3 الفا بيتا جاما بص يا اولاد هتقول لي هتجي لها بسرعه كده ازاي؟ هو ملاحظه دي ملاحظات مش اكتر هتلاقي هنا الفا في المختلف يديك الفا بيتا جاما تمام هتلاقي بيتا في المختلف يديك الفا بيتا جاما هتلاقي جاما في المختلف الفا بيتا جاما بثلاثه على طول بتساوي 8 طيب دي كام؟ بواحد واحد ثلاثه ثلاثه يعني الكميه دي بخمسه معايا ولا لا؟ تمام ارجع عوض بيها هنا فين؟ اهي هنا هيديني 3 في 5 ب 15 زائد 6 ب 21 تروح الناحيه الثانيه يبقى يديك بيتا تكعيب زائد الفا تكعيب زائد جاما تكعيب بتساوي 43 اللي مركز قوي في المساله ومش مركز في طريقه التفكير ما كسبش حاجه منه ما كسبش حاجه اللي بيدور على الناتج والنتيجه ازاي تحصل ما كسبش حاجه طيب أنا عايز أجيب الألفا تكعيب زائد بيتا تكعيب زائد جاما تكعيب بشكل تاني. معلش خلينا مع بعض كده ونشوف. أنا كنت جبت قبل كده ألفا تربيع زائد بيتا تربيع زائد جاما تربيع، كان بكام؟ كان بكام؟ 12 12 لو ضربنا الفا زائد بيتا زائد جاما تبقى ريتم الفا تربيع زائد بيتا تربيع زائد جاما تربيع تديني كام؟ 4 12 في 8 و 4 مش كده؟ بالمناسبه المحددات الطريقه دي للخمس مجموعات اللي فاتوا هي نورت دلوقتي بس خلاص؟ طيب بقى في الكلام ده يا ولاد؟ طب صور بسرعه عشان عايز اكمل دي هتطلع بس هتبقى فيها دوخه يعني زائد بيتا جاما سكوير زائد
جاما الفا سكوير زائد جاما بيتا سكوير خلاص ماشي بتساوي 48. طيب دول جبتهم قبل كده بس هتطول معاك بس ممكن والله تقعد خمسة دول مش كده تروح نحتاج تلاتة ولا حاجة يبقى طريق تاني جاب لي ألفا تكعيب زائد بيتا تكعيب زائد تاو تكعيب ماشي ما بتبقاش من ايه بالطريقة دي في المجموعة اللي فاتت تمام؟ السؤال ده كويس جدا بيديك مهارة الصبر طولة الباب واخد بالك ترتيب الأفكار وقت اللي الدنيا مجمعة تبص على ما تبص علينا لا تبص على تظبط مع المحاضرة دي لو سمحت تبص على المعطيات تمام ممكن تبص على كل شيء بتاعك ده ولا ايه؟ هو المعطيات تبص على المعطيات ونشتغل عليه ماشي النهارده اخر يوم معاكم